يسعد أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير. في فيديو اليوم حبيت أشارككم أفكار لتحضير حشوات مختلفة لكعك العيد المعمول. حبيت أنوع في التكنيكس وأقدم أفكار مختلفة، بس بنفس الوقت كنت حريصة أني أضيف نكهات وإضافات تتناسب مع المعمول وفكرته. الوصفات اللي حقدمها اليوم فليكسبل، ممكن تاخدوا الطريقة اللي بتعجبكم وتعدلوا عليها بما يناسب ذوقكم الشخصي. الحشوة الأولى اللي بدي أحضرها هي العجوة، الحشوة الكلاسيكية للمعمول اللي أول ما بنسمع بكلمة معمول بخطر عبالنا معمول التمر. عندي هون 250 جرام أو ربع كيلو من العجوة، أنا محضرة كمية صغيرة لإني بدي أحضر حشوات تانية غير العجوة، بس عموماً لو حابين تحضروا كمية كبيرة من المعمول بالتمر، لكل كيلو من السميد أو من الطحين حسب نوع أو جنسية المعمول اللي حابين تحضروه، تحتاجوا من كيلو لكيلو وشوي عجوة حسب حجم الحشوة اللي بتحضروها لكل قطعة من المعمول. بضيف للعجوة ملعقة من السمنة، السمنة حتخلي التعامل مع العجوة وتشكيلها لكرات صغيرة بالحجم اللي بدي إياه أسهل، كمان حتعطي العجوة طعم وقوام كريمي وناعم وتخليها طرية وتحافظ على طراوتها لمدة طويلة. لهالسبب كتير مهم تستخدموا نوع سمنة جودتها عالية، أنا شخصياً بفضل السمن الهولندي مثل الحلوب أو جولدن بليت أو غيرهم. وبكل الأحوال للي مش حابب يستخدم سمنة أو مش متوفر عنده سمنة جودتها عالية، من البدائل اللي كانت تستخدمها حجاتنا هون في فلسطين هو زيت الزيتون. فضيفوا الزيت للعجوة تدريجياً، اعجنوها بين المرة والتانية حتى تصير العجوة معكم طرية وناعمة. بدي أضيف كمان ملعقة من ماء الزهر وملعقة صغيرة من القرفة للعجوة حتى يضيفوا لها نكهة زاكية. ممكن كمان تضيفوا مطيبات زيادة مثل جوز الطيب أو حتى تضيفوا سمسم أو جوز الهند حسب ذوقكم الشخصي، أو ممكن تكتفوا بس بإضافة السمنة. وهيك بدمج العجوة مع السمنة والمطيبات حتى يندمجوا منيح مع بعض، بعدين بشكلها لكرات صغيرة. للحشوة الثانية بدي أحضر حشوة المربى، ميكس رهيب بيجمع بين طعم البرتقال وماء الزهر وجوز الهند، وطعمها كتير لايق كحشوة للمعمول. عندي هون نص كوب من مربى البرتقال مع نص كوب من جوز الهند المطحون وملعقتين كبار من ماء الزهر وملعقة كبيرة من الطحين، ولو المربى عندكم مش كتير جامد ممكن تحتاجوا لملعقة أو نص من الطحين. في مقلة بضيف ماء الزهر والطحين وبخلطهم منيح مع بعض. بعدين بضيف المربى وجوز الهند، بخلطهم مع بعض وبعد ما يندمجوا منيح بنقلهم على نار متوسطة وبضل أقلب فيهم حتى تنشف شوي السوائل الموجودة في المربى ويبدأ الخليط يتجمع كعجينة واحدة. بعدين برفعه عن النار وبتركه حتى يبرد أو على القليلة يوصل لدرجة حرارة أقدر ألمسه بدون ما يحرقني. بعدين بضيف له ملعقة من السمنة، وممكن تستبدلوا السمنة بزبدة بس يفضل تكون زبدة حيوانية محضرة من الحليب البقري، وبدمجها منيح مع الحشوة. بعدين بشكلها لكرات بالحجم اللي بدي إياه. للحشوة الثالثة بدي أحضر حشوة الفستق الحلبي، عندي هون كوب ونص من الفستق الحلبي بدي أطحنه، وعشان نتجنب إنه الحشوة تنشف بعد ما نخبز المعمول، يفضل ننقع الفستق قبل ما نستخدمه على الأقل لمدة ساعتين، بعدين بنصفيه وبنتركه ينشف منيح قبل ما نستخدمه. أول شي بدي أطحن الفستق، وخلال الطحن بضل أتفقده كل شوي حتى أتجنب إنه ينطحن زيادة عن اللزوم، ما بدي أطحنه كتير ويصير ناعم كتير، بدي أجزاء من الفستق تكون واضحة في الحشوة. بعد ما أطحنه بضيف له ملعقة كبيرة من السكر، ملعقتين من ماء الزهر، ملعقة من السمنة وثلاث ملاعق كبار من الحليب المكثف المحلى، وآخر شي ملعقة صغيرة من معجون المستكة.
بالنسبة لمعجون المستكة، أو ممكن يكون له أسماء تجارية تانية مثل مربى المستكة أو دبس المستكة، هو معجون كتير تقيل بيضيف نكهة للحلويات، خصوصا للحلويات الشرقية. مش متأكدة لو متوفر في كل الدول، أنا الحقيقة بشتريه من تركيا، بس بكل الأحوال لو متوفر كان بها، لو لا فبلا منه. وممكن كمان تستبدلوه برشة من المستكة المطحونة. وهيك بخلط جميع المكونات منيح مع بعض، بعدين بتركهم شوي بالثلاجة حتى يتماسكوا، وأقدر أشكلهم لكرات صغيرة للحشوة. قبل ما أنتقل للحشوة اللي بعدها، عندي ملاحظتين. الأولى بخصوص الحليب المكثف المحلى، لو حتحضروه بالبيت فخلوا ببالكم إنه لازم يكون تقيل، وممكن كمان تستبدلوه بقطر. كمان القطر لازم يكون تقيل، يعني لما تحضروه استخدموا لكل كوبين من السكر كوب من المي. والملاحظة الثانية هي إنكم لما تضيفوا سواء الحليب المكثف المحلى أو القطر للمكسرات، يفضل إنكم تضيفوه تدريجياً وتخلطوه مع الخليط بين كل مرة ومرة. أول ما تحسوا إنه الخليط المكسرات صار متماسك، ما في داعي تضيفوا كمية زيادة. ولو حسيتوا إنكم ضفتوا حليب مكثف أو قطر زيادة عن اللزوم، ضيفوا شوية فستق حتى يتمسك الخليط. للحشوة الرابعة بدي أحضر حشوة الجوز، وهون ممكن تستبدل الجوز بأي نوع تاني من المكسرات، فستق، بندق، لوز، فول سوداني، ما تهواه أنفسكم. بحتاج لكوب ونص من الجوز، نص كوب من جوز الهند، نص كوب من العسل، ملعقة كبيرة من السمنة، وملعقة كبيرة من الطحين. وبالنسبة للمطيبات استخدمت ملعقة من القرفة ورشة من جوز الطيب، ورح أضيف للخليط ملعقة من السكر. أول شي رح أبدأ بالسمنة والطحين والعسل. في مقلة بضيف السمنة وعلى نار متوسطة بضل أقلبها حتى تدوب، بعدين بضيف الطحين وبدمجه منيح مع السمنة، بضل أحركهم مع بعض حتى يصير لون المزيج ذهبي. بعدين بضيف عليهم العسل وبضل أحرك في المزيج حتى يتكاثف. في هذا الوقت بدي أطحن الجوز، بس بخلي جزيئات منه واضحة حتى يكون طعمه واضح أكتر بالحشوة. بعد ما يصير مزيج العسل كثيف نوعا ما، برفعه عن النار وبضيف له الجوز اللي طحنته وجوز الهند والمطيبات وملعقة كبيرة من السكر، بدمجهم منيح مع بعض وبتركهم حتى يبردوا، بعدين بشكلهم لكرات بالحجم اللي بدي اياه. وزي ما سبق وحكيت من شوي في حشوة الفستق الحلبي، لو حسيتوا ان الحشوة مش متماسكة ضيفوا لها عسل تدريجيا حتى تتماسك. الحشوة الأخيرة اللي بدي أحضرها، واللي بالنسبة إلي أكتر حشوة طعمها مميز من بين كل الحشوات اللي حضرتها، حتكون مزيج بين اللوز والجوز والكراميل. في مقلة بضيف ربع كوب من الحليب المكثف المحلى، بضيف عليه ملعقتين كبار من العسل وملعقتين كبار من ماء الزهر، بدمجهم منيح مع بعض وبضل أقلبهم على نار متوسطة حتى يصير لونهم بلون الكراميل. بهذا الوقت بدي أطحن اللوز والجوز، بس في هاي الحشوة على عكس الحشوات التانية بدي أطحنهم طحن ناعم. بضيف الجوز واللوز في وعاء وبضيف عليهم نص كوب من جوز الهند، ملعقة كبيرة من السمنة وخليط الكراميل اللي حضرته من شوي.
وبضيف عليهم ملعقة من القرفة، رشة من جوز الطيب، وآخر شي حضيف ملعقة من معجون المسكة اللي حكيت عنه من شوي بحشوة الفستق الحلبي. بعدين بدمج المكونات منيح مع بعض. أول ما تبدأ المكونات تندمج منيح، بدي أضيف ملعقة كبيرة من زبدة اللوتس وظرف من سكر فانيلا. زبدة اللوتس هون حتعزز طعم الكراميل اللي حضرناه وحتعطي نكهة حلوة للحشوة، بس لو مش متوفر عندكم استغنوا عنها. وهيك بكون عملت معكم 5 حشوات. حاولت أجمع كل التكنيكس اللي بستخدمها في تحضير الحشوات وأقدمها بنكهات جديدة بس بنفس الوقت تكون ماشية مع المعمول. وهيك بكون خلصت. كل عام وإنتوا بخير، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والأمن والسلامة وبظروف أحلى بإذن الله.